ممرضات يغلقن فم رضيع بشريط لاصق لمنعه من البكاء، والمحرم أول عائق يظهر أمام المحاميات الجدد، والجدل يتكرر حول عدد المهندسين السعوديين، وأخيرا اختبار جديد لكفاءة المواطنين والمقيمين في 70 مهنة تقريبا، وأيضا الفقرات الثابتة فيها حل المتابع. أهلا وسهلا بكم، مساكم الله بالخير. شكرا دائما لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في أهلا. نبدأ من شكوى والد طفل رضيع منوم بمستشفى الأطفال في محافظة الطائف من تصرف الطاقم بوضع شريط لاصق وسدادة على فم الطفل ليتوقف عن البكاء على حد قوله لصحيفة سبق، فيما أثار الخبر الحقيقة ردة فعل غاضبة حول التعامل مع بقية الأطفال في المستشفيات خصوصا التي تغيب عنها الرقابة. هذا الموضوع الحقيقة أثار ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الواتساب، وفي نتابع هذا التقرير ثم نعود للنقاش. خلف جدران المستشفيات حيث يجدر بالرعاية والإنسانية أن تتجلى في أجل صورها، فإن لم تتواجد هناك فأين تتواجد؟ هكذا تحدث أحمد العتيبي بلسان الحال للمقال، وذلك بعد أن ذهب لرؤية ابنه الرضيع في إحدى مستشفيات الطائف الحكومية ليفاجأ بحال لا يرقى لوجوده بمشفى، فكيف بمستشفى لرعاية الأطفال الرضع؟ الرضيع الذي تفاجأ والده بإهماله من قبل الممرضات دون أي اهتمام حتى لتغيير حفاظته، علاوة على وجود شريط لاصق لتكميم فم الرضيع، هرع الوالد إلى طاقم التمريض لسؤالهم فأجابوه أنه إجراء روتيني لمنعه عن البكاء. الطفل الذي أدخل إلى المشفى يوم الخميس الماضي وذلك لاعتلال في الغدة الكظرية ووجود فيروس بالدم، زاره والده لثلاثة أيام متتالية، وفي كل مرة يجد نفس الملاحظات، إلا أنه وبعد استعانته بالصحافة لعرض حالته عاد الطاقم الطبي ليخبره بأن إغلاق فم ابنه كان علاجاً بالتقطير. وبين الإهمال والتكاليف التي كلف بها وذلك بإجراء التحاليل الخاصة ابنه بمختبر خاص وعلى حسابه، وإلا فإن التحاليل ستأخذ 14 يوماً لإنهائها، ما زال أحمد حائراً متسائلاً إلى أين وصلت حالات المستشفيات ومتى سيتم الاعتناء برضيعه. يعني حال مستشفياتنا شوي مؤلم خصوصا لما نشوف مثل هذه الملفات. حاولنا نتواصل مع احد في وزاره الصحه لكن لم يجيب. معي حول هذا الموضوع عبر الهاتف والد الطفل احمد عيد العتيبي. اخوي احمد اهلا وسهلا بك، ماذا حصل بالضبط؟ يعني مع اخوي حياك الله، ماذا حصل بالضبط مع ابنك وما العذر الذي اعطوه يعني اعطوك اياه المستشفى حين عرفت ان هناك شريط لاصق؟ طبعا في رد ان هذا اجراء روتيني، ولكن ماذا عن اداره المستشفى؟ في بداية الموضوع أنا ابني كان في مستشفى خاص، تمام؟ نعم. أنا كنت حاط في مستشفى خاص عشان الرعاية وكذا. نعم. فلما كان عنده مشكلة في الغدة الكظرية قالوا لي لازم يتحول على مستشفى الأطفال، تمام؟ قالوا لي لازم تروح مستشفى الأطفال وتشوف ترى في شريط أو ما في شريط، لأنه ما نقدر نشيله، تمام؟ رحت مستشفى الأطفال وكلمتهم على أساس يكون في شريط وما أدري إيش، قالوا في شريط بس إذا كان ابنك محتاج تنفس فإحنا ما عندنا أجهزة خاصة بالتنفس، تمام؟ قلت لا ابني ما يحتاج اي تنفس ولا شيء، لكن
اعطوني ورقه على اساس اني ادخل لكم. فرحت فعلا ونقلت طفلي من المستشفى الخاص الى مستشفى الاطفال. وعاد حصل اني لقيت عنده بعد مشاكل في حفاظه ماء الطفول، وبعد مقفلين على اللحايه داخل فمه، واحد يقول لي ان هذا اجراء طبي وعلاج، واحد يقول لي هذا عشان ما يبكي، وقبل واليوم العصر بعد حصلت واحد منها يقول ان هذه لجنه جايه من وزاره الصحه يقول هذا اجراء خاطئ، يعني اعترف لي هو ان هذا اجراء خاطئ. نعم. تمام؟ هذا الموضوع. والموضوع الثاني يعني التحاليل، قصه التحاليل تجلس من 10 ايام الى 14 يوم. تمام؟ وهذا يعني موضوع طويل الصراحه، يعني اجلس 14 يوم انتظر تشخيص حاله ابني الى متى يعني؟ طيب اخوي احمد، يعني ماذا عن اداره المستشفى؟ اداره المستشفى اليوم 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 جاني دكتور يعني بس كذا يتكلم معي على اساس ايش تبغى وايش تطلب. تمام؟ بس هذا اللي حصل من اداره المستشفى. وكيف صحه ولدك الان انت؟ لا لا انا الحمد لله تمام. ولا زال في المستشفى؟ الله يشافيه. الى الان ما يعني ما جت الفحوصات كامله. تمام؟ كم عمر الطفل؟ عمره شهر الان. طيب إدارة المستشفى بس يعني يحاولون يراضونك الآن، لكن ماذا عن وزارة الصحة؟ أنت قدمت شكوى لوزارة الصحة ولا اكتفيت بس بالخبر المجرور في السابق؟ لا لا بس الخبر، ما قدمت إلى الآن شكوى. هل تنوي أنك تقدم شكوى في المستقبل؟ والله أمتليكم إن شاء الله أني بوصل رسالة لوزير الصحة يعني أني أعتني في ابني ويحاول أني يخلصون إجراءات، يعني إلى الآن ترى ما أخذوا عينة غدة كظرية، إلى اليوم ما أخذوها. لأن يقول لازم تجي ممرضة خاصة تأخذ العينة. وإلى الآن ما أخذوا العينة. مع انني انا اخذت عينه منها وديتها لمختبر خاص. طيب شكرا اخوي احمد العتيبي، وان شاء الله الله يشافي ولدك، وان شاء الله المسؤولين المعنيين ياخذون الاجراء اللازم، لكن نبقى في هذه القضيه بس نشوف اراء الشارع حول هذا الملف، نتابع. الاراء حقت الناس في هذا الملف. فاصل ونعود.